السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا شباب في مقطع جديد. كثرنا لعب محاكاة الفترة الماضية، فقلت ليش ما أنزل لعبة رعب؟ قلت ما بختار إلا لعبة يعني رهيبة، فشفت هذه اللعبة عليها صراحة تقايم حلوة. اللعبة هذه باختصار يا إخواني يأخذون قصص حقيقية، إذا كانت عندك قصة رعب أو تبى تألف عليهم قصة أرسلهم على إيميلهم وراح يحطون لك إياها في حلقة، ممكن الناس كلهم يلعبونها. طبعا اللعبة هذه لها أكثر من نهاية، نفس لعبة 12 منت اللي لعبناها الأسبوع الماضي. ما ودي أطول أكثر عليكم المقدمة، شكرا على لايكاتكم في المقاطع الماضية والكومنتات وتحفيزكم، ولا تنسون لايك في هذا المقطع ونقول بسم الله. طبعا اسم اللعبة يا شباب مثل ما أنتم شايفين Fears to Fathom، مثل ما تشوفون في نظام حلقات الظاهر في هوم ألون، وهاللعبة اللي أنا حاليا نستعرضها في الحلقة هذه اللي هي Norwood Hitchhike. ما أتوقع أن الحلقة هذه مرتبطة بالحلقة اللي قبلها، ولكن إذا عجبتكم اللعبة راح نرجع ونلعب الحلقة الأولى. أصلا هذه مكتوب أنها مدتها 40 دقيقة، فما أعرف أنا كم بلخصها، بحاول أقسمها لكم بحيث أنها ما يكون مقطع جدا طويل. طف الليت عزيزي المشاهد، أرفع الصوت، أسوي الخواف اللي توطي الصوت. ألعاب الرعب لازم ترفع الصوت وتطفي النور وتجلس لحالك، ركب سماعات، غير كذا ما يمشي الحال. جون 16، أيوة والله متحمس اللعبة هذه يا إخوان. طيب This happened to me when I was 19، صار هذا الشيء وأنا عمري 19 سنة، والحين أنا عمري أكثر من 21، تعديت 21، وما زلت أتذكر هذا الموقف هذا أو اليوم هذا بوضوح أو الليلة هذه بوضوح بسبب الخوف اللي شعرتها في هذه الليلة. صراحة كنت متردد أني أكتب هذه القصة وأنشرها في الانترنت، ولكن قلت نشرها لعله يساعدني حتى لو شيء بسيط. أنا من الأشخاص اللي يحبون الجيمينج، لا 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 ما اتفقنا سالفة فيها جيمينج، فكان ما يفوت أي مجمع مخصص بالألعاب، وبعض الأحيان أقابل أصدقاء الأونلاين اللي تعرف عليهم من عبر الألعاب، ودائما أهله يخافون أو يحذرونه من أنه يروح لمسافات طويلة الحالة، ولكن الطيارة يعني سعرها غالي فمضطر انه يعني يسوق الحالة. يقول هذا المجمع الالعاب اللي رحته تقريبا زي المؤتمر هذا ايش يسمونه اللي يحضرون فيه اللاعبين وكذا يجربون الالعاب الجديدة، يقول كان ممتاز، ولكن في طريق رجعتي للبيت يعني كان بعيد واضطر انه يروح هذا المشوار بالسيارة لانه ما يقدر يدفع فلوس الطيارة، وهو راجع القصة الحين اللي بلعبها. يقول وانا راجع شفت الطريق مليان يعني زحمة سيارات، فاضطريت اني اخذ طريق اطول ولكنه فاضي. عرفت اللي دائما يكون بين منطقتين في خيارين عندك، يا الخيار الفاضي البعيد او الخيار الزحمة القصير. فاخونا في الله توجه الى الطريق الطويل وندم. يقول تقريبا حدود 12 ساعة يعني المسافة اللي يسوقها. ايوه 12 ساعة تسوق هلابي، لا دامني بسوق خلاص انا حبيت اللعبة والله. Space to get out، حبيبي العب لعبة رعب get out في هذه الظلمة ليه؟ دقيقة read message، يمديني اطفي المسج وشغله. الوضع قلق، اوكي عندي رسالتين، رسالة من ابوه ورسالة من ايدن ويليامز. يقول لها ابوه قال لها درايف سيف، يعني انتبه على الطريق وبس ليفينج ناو، يعني خبر ابوه انه طالع يعني اخر شيء انه خلص اما اخويا جالس يسولف معاه كان يقول لها انه في زحمه في الطريق وكذا، فقال لها ويتوقع ان بسبب المؤتمر هذا اللي حضروه الالعاب وكذا عشان كذا صارت زحمه في الطريق كلهم طالعين مع بعض في نفس الوقت. المهم خلنا من هذا كله، انا طفيت المسجل وشغله. يلا بسم الله توكلنا على الله يا اخوان، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا مقلب. والله طفيت المسيرة يا أخوان بس تشتغل. يا أبوي كل شوي بات تكتب لي رسالة Where did you reach؟ الحين سيارة تحرك يعني لازم أوقف، وين وصلت؟ يقول باقي تقريبا 6 ساعات أوصل المدينة. أيوة هنا العيد يا أخوان، هنا العيد. أوه يكتب تحت الحين يقول وأنا في نص الطريق خلص البترول. بدينا توتر، بدأت الموسيقى الهبلة تطلع، ما يمدينا أسرع شوي. يقول خبرتك أنك تأخذ الطيارة. حبيبي جيب فلوس، ما عطيتني فلوس. خلنا نسكر المسجات، ما يمدينا نسكر. لا فالأمها يا أخوي، أنت طفشان في البيت شكلك. والله يا أخوان ما تتصورون إيش كثر صعب اللف بالسيارة هذه. وين التانك، يمين ولا يسار؟ ما في أي تانك يا ابن الحلال. طيب توتل ما يمديني آخذ هذا البترول.
هل نبدأ ندخل؟ هل في بشر؟ اي والله في واحد. حلو، يمدينا ندخل. طيب خلنا نشترنا شيء بالحلال. سلام عليك، كيف الحال؟ وش فيك كذا كتوفك اللي قدام؟ مسوي معضل ولا كيف؟ الله لا يبلانا. اوه امي جت. هلا هلا هولي، اسمي هولي انا، ولا ايش السالفة؟ هولي مام، بسم الله الرحمن. من وين طلعت انت؟ ما كان احد في المحل. لا واضح انك انت البلا في اللعبة. هل يمدينا نشترنا شيء كذا نروي؟ والله يمدي. طيب ابى اشتري بترول، كيف؟ اكيد تكلم الشخص هذاك نحاسب. ابى هذا يا طيب. What are you doing؟ اسف ابغى اشتري والله. طيب خلاص نبقى البسكوت هذا يمدين. ما في الا ثرو. طيب السلام عليكم. You need to pay that mom. What؟ الحين انا بنت شخصي؟ افا يا ذا العلم، جالسين نلعب شخصية بنت من الصبح، وش ودي امها في خط زي كذا؟ تستاهل كل اللي بيصير. طيب كيف احاسب يا طيب؟ يقول I didn't need it، ما يحتاج، ما يبي يدفع. طيب خلاص رجع مكانه. How can I get 10 on bump 2؟ اوكي بيعبي ب 10 دولار في bump 2. احنا واقفين bump كم؟ في شيء ثاني؟ You heading to the bridge by yourself؟ يقول رايح الجسر لحالك؟ ايوه ليش؟ يقول ما في احد يروح هالوقت من السنة. انتبه او انتبهي. انتبه، خلونا انتبه. ليه 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 انتبه ليه؟ What do you mean؟ ماذا تعني يا عزيزي؟ ايوه يقول في ناس كثير اختفوا في هذاك المكان، والناس اللي راحوا يدورونهم ما رجعوا. الله يبشرك بالجنة انت وراسك هذا. شكرا شكرا شكرا، الله يسود ذا الوجه. One more thing، لسه ما شبع، ما اريد الون، ما في مجال ارفض. If you see woman in a white or blue try to get a ride do not stop. عرفت والله. يقول اذا شفت حرمة في الطريق تأشر لك، نظام اللي وقف وصلني، انتبه انتبه. لابسة ابيض وازرق قال تركبها، وادعس بنزين قدر المستطاع من هذه. لا اله الا الله. يقول بعض الناس يقولون انها بنت توفت في هذا الشارع، او في ناس قتلوها في هذا الشارع، فما زالت يعني نفس تحولت الى جنية في هذا الشارع، فتدور اي احد، تدور على دم باختصار. ويقول لي تحت اي ظرف كان انتبه تركب اي احد. كل الناس اللي يشرون لك في الطريق ما هم من الاشخاص اللي تعتقد انهم. They just end. اوكي اوكي اشكرك على المقدمة، جزاك الله خير. عب بترول. يمه الحقيني يا يمه، الحقيني يا يمه. I don't know you'll find shop hour but we are out of dog food. تقول لي اكل الكلب خلص، لو تقدر تجيب البيو باك نشر لها شو اسمه يا رجال الفاضي للكلاب. بس يا اخي بر الوالدين يا اخوان، بر الوالدين مهما كان مهما كان. اتوقع اني شفت هنا اكل شو اسمه فور دوغ مدري ايش. طيب الكلب ما يباله بيرة ولا شيء؟ اي والله هنا هذا الرأس يفته لو سمحت. خمسة دولار. وبعدين وش عرفها اني في السوبر ماركت؟ خطيرة العجوز، حاطها جهاز تجسس في جوالي. طيب وشلون احط البتاع؟ الله اكبر. I could just put that in the boot. وين البوت؟ اوكي. واي يا طيب انا ما سوى نفسكم ما تشوفون هذا الشيء يا اخوان. تمام اوكي. بام 2 وين بام 2؟ يا ليل نرجع ريوس. I filled the tank and I was off to road again. اوكي يقول لي عبيت بترول واكملت طريقي الرحله. اي واحده تاشر في الطريق نركبها. بسم الله. في احد جاي من هناك؟ ما احد. في احد جاي من هنا؟ ما احد. ايوه انا وين امشي؟ شغل نور، شغل نور يا نكبة، شغل نور. يقول وانا في الطريق لاحظت شيء، الملاحظات هذه انا ما تعجبني والله. مونستر 2
ترولي اكزيست. انا ما اشوف شيء والله، ما اشوف شيء. Just like you and me. يقول كل واحد من الجن موجود مثلي ومثلك. ايوه اللمبه طفت من نفسها يا اخوان، اقسم بالله طفت من نفسها. بدينا استهبال، انا داعس. ايوه الطريق اختلف يا اخوان، وصلنا الى الجسر اللي كان يقول عليه. منظر جميل مع الجبال اللي ما تقدر تشوف شيء فيها. والله يا اخوان السفر، ايوه الراديو بدا يشوشر، الراديو بدا يشوشر. توني اقول الرحلات اللي زي كذا يا اخوان والله حلوه يا اخي، ودي اسافر كذا من جد، بس ما هو بخط زي كذا، لكن خط السفر يا اخوان، خط السفر جميل. ايوه ايوه طفت بالمرة. ايوه يلا ادعم ادعم يلا حلو، اشتغل من نفسه. الراديو بدأ يصدع براسي، شكله قربنا من الموت يا اخوان. بالله لا يطلع اي شيء في الشاشة. ايوه شكل هذه مخلوقات على اليمين مو بلوحات. ايوه رجعنا التكبيس. انا جاي في الطريق الجنية. There was little weird at that night. وش الوير؟ لا 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 والله ما اتفقنا، لا والله ما اتفقنا. تكبيسات، إذا أي أحد يشوفني يا أخوان أنقذوني. أيوة الله يا أخوان، هذا والله على المنظر هذا ودي أعطيكم قصيدة. أقول يلي تناظر المقطع ما حطيت لي لايك، حط لي لايك لأجي معلش اخوان طلعنا برا على النص. وش ما في شيء يخوف، ما في اي شيء يخوف حتى هذه اللحظه، بس اللهم اشل هذا. اتس فيري هيفي. قلنا اقول دف دف بس دف، لا لا دف هنا هنا. ما شاء الله توخر من نفسها الجن، يساعدنا الظاهر جزاه الله خير. يا حبيبي اسحب اسحب. ايوه ترجع من نفسها اخوان، اقسم بالله انها تتحرك من نفسها. ها شوف، طيب ها تكفي الموتر، تكفي بلا استهبال بلا استهبال بالله بلا استهبال. يقول لازم توخر لهذا اكثر. لا لا والله العظيم اعوذ بالله، الله مسكنهم يمساكنهم. لا اله الا الله، يا وسخ. انفتح يرحم امك بالاستهبال الجني. اطلع 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 اطلع. ايوه خلاص لا تطلع يرحم امك لا تطلع. حلو حلو وخرته بما فيه الكفايه. شوف يا اخوان شوف المسخره. طيب انت تبغى تيجي هنا الجني، تبغاه يوخر لهنا نوخر لهنا، ما في مشكله. طيب يلا بسرعه اركب السياره. لسه يو هاف تو موف مدري ايش. والله وخرت يا اخي الطريق، اقسم بالله بيشيل سيارتين يا اخي، لا تستهبل لي والعشره اللي بيجون وراي. اخيرا ايوه بدينا استهبال، ما اشتغل الموتر. اسمع صفير البلبل يا اخوان، بتشتغل ولا ايش وضع امه في الحين؟ ايوه السياره تدخن، ما ادري اقدر افتح. ما شاء الله مفتوح. ايش وخر السيارة على اليمين؟ سيارتي كانت هنا. نو فون سيجنال او سيرفس، ما في رسالة تلفون. ايوه سمعتوا يا اخوان؟ خلونا في السيارة. يمكن في احد مقبل من هنا ولا من هنا. يقول على في هذيك اللحظة ما كان عندي اي خيار. وكنت خايف ومنتظر احد يمر. اوكي الساعة 10:30 في الليل. يقول شفت سيارة مقبلة. بسم الله الرحمن. وقف 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 يا وسخ وقف. وربي سحب على ابو جدي. يقول ما كنت اتوقع في مخلوق بيخلي مخلوق واقف زي كذا. حبيبي انا كنت بسحب عليك. والله
انت اصلا هذاك من بعد ما قال لي هذاك الكلام كنت افكر احط الخشب على الطريق عشان غصبه يوقف. ساعة 10:43 يعني بعد 20 دقيقة تقريبا او نص ساعة. ما في فلاش لايت، ما في اي شيء، ما في الا رسائل الام ورسائل الاب، وما في سيرفيس هذه الارسال يا اخوان مثل ما تشوفون. ايوه اقبل السيارة، تكفى تكفى وقف تكفى، ادعمني ولا اوقف، ادعمني ولا اوقف. ها ها خربيته والله، ما في. وقف 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 الذيبان، وقف وقف الذيبان، وقف. الله يستر منك، الله يستر منك. ايوه ايش فيك تناظر كذا؟ اعوذ بالله، انت بشر ولا التيم الثاني؟ لا شكله تيمنا يا اخوان، فريقنا فريقنا. You are the girl from the gas station. اوه هذا، ايوه هذا اللي موجود هناك في ال شفناه في المحطة. شكرا شكرا انك وقفت لي. What you are trying to do out here؟ سيارتي خربانة يا طيب مثل ما انت شايف، وما اقدر اتصل الا ما عندي ارسال. ممكن توصلني؟ وين رايح انت؟ وديني بس اقرب مكان اقدر اتصل منه. هوبن ارحبوا، يقول اركب. ممكن بس تنتظرني ثواني اجيب اغراضي من السيارة بسرعة. يلا يلا ثواني ثواني ثواني. اوه افتح لي والله انك ذيبان يا اخوان. بسم الله، هاي موجود موجود، الخشبات موجودة، كل شيء تمام. خلنا نشل حق الكلب هذا. Only had two hands. يقول ما اقدر اخذ كل شيء، معي يدين بس. يا اخي ذكر في اغراض كانت جنبه، معلش بس انتظر بس اجيب الاغراض اللي جنبي ممكن تكون مهمة. ايوه انسرقت، تذكرون يا اخوان كان في شنطة، اقسم بالله كان في شنطة في بداية اللعبة جنبي. بسرعة قبل لا يسحب علينا الذيب. Can you help me get my stuff؟ ممكن تساعدني اجيب اغراض؟ لا والله عيب، لا والله عيب. هذا يبان يجيب كل الاغراض اللي في السيارة للاسف، كفاية انه ينتظرني. يلا اركب على اغراضي. بسم الله شد. هذه الاغراض اللي كان جنبي الظاهر جابها تحته، ولا هذه اغراض الرجال والله ما ادري. ما في سالفة كذا ولا في الطريق، ولا في مفاجآت في الطريق. يقول طيب ما بتخبرني من انت وين رايح؟ وممكن اقول له انا ساكن قريب، ممكن اقول له ام درايفنج هوم، رايح البيت. اسمه جاسون. طيب يا جاسون ام هولي. ولا لا اتذكروا يا اخوان ان نلعب شخصيه بنت، فجالس يحاول يقردن. يقول الغبي هذاك يقول كل شخص يحصله جاي على هذا الطريق. اوكي حلو، شكله ما في شيء، بس هذاك جالس يمقلبنا يا اخوان، بس كذا يفلها تعرف، واحد طفشان محاسب هذا، ولا في اي شيء في الطريق. شغلنا حاجه يا اخوي، بكر سالم ولا اي شيء وبس. والله انتظر لما نوصل. الساعة 12 في الليل، بعد ساعتين مع الرجال هذا. افتر ليتل بيت اوف سمول توك، وصلني الى موتل زين، فندق صغير. قلت بريح فيه شوية وكذا. الشخص اللي نزلني قال لي انتبه من الاشخاص اللي موجودين في الموتل. طيب ليه تنزلني عندهم يا ابن الحلال؟ والله هو مشى صح. انا قلت له وصلني اي مكان فيه سيرفس، طيب هذا ما فيه الا سيرفس، ما في ارسال. ايش المكان الرهيب هذا؟ طيب ظاهر هذا الاستقبال هنا. السلام عليكم. انت نفسك ابو كتاف هناك اللي تبيع المحاسب، تستهبل انت؟ عندك غرفة بكم؟ ولا خلنا اقول انا بس بجلس لكم ساعة. $40 فور سينجل بي كاش اونلي. ادفع يا ابوي فكنا السواليف مع خشيتك. روم نمبر 9. نكلم على السيارة ممكن؟ خلنا نكلم على السيارة. هو عندهم كار اسيستنس، حلو حلو. $90، انا مدري كم فلوسي بس ادفع $90 عشان يسحبون سيارتي اللي خربانة هناك. حلو. وبقول لك شيء اخير، try not to wake the other guest they might not take very nicely to it. اوكي انتبه لا تصحي جيرانك. ايش شوفني طفل ولا كيف؟ وين غرفة رقم 9؟ هذا رقم 1 2 3 4 5 6 7 8 9، هذيك غرفتي. هولي هولي برو وير يو ات؟ هذا اخوي يسأل. اوه ارسلت رسائل لابوي بس ما توصل المسجات. الحين وصلت مسجات، كيف ما في سيرفس ووصلت؟ عندهم واي فاي الظاهر هنا. هولي يس يس مام، ما يمديني ارسل. طيب غرفة رقم 9 بس بستهبل، ابى ادخل 10. ما يقدر. اوكي اوكي في كرسي هنا، ايش معنى بس عندي كرسي انا؟
سبيشال يا حبيبي. It was nice and warm inside. اوكي كانت دافية الغرفة من داخل. يا سلام واللوحة الطيبة هذه والامور طيبة يا اخوان. بس يعني ايش العباطة هذه بالله؟ ايش العباطة؟ ايش العباطة؟ لا فهمني. ما زال هنا. ايش العباطة هذه واقف هنا؟ What are you doing here? هو يسألني ايش تسوي هنا؟ You scare the crap out of me. Who are you? I am Tommy. Room service. الله يخرب بيتك. Room service وش ايش تسوي هنا طيب؟ You know cleaning stuff. طيب الشخص هذاك اعطاني المفتاح مفروض خلاص تكون فاضية. فيقول لو سمحت اطلع لما انظف الغرفة مش جاهزة. واضح انها مش جاهزة بس ابدا والله ما توقعت. في احد بعد هنا؟ لو في احد هنا بالله طلع معك. ايش تنظف الحمام؟ الحمام نظيف. الله يخرب بيت خشتك. ما شاء الله تلفزيون قديم بس كبير. عرفت اللي اثنين في واحد. قال يمدينا نفتح هذا؟ اي والله يمدينا. ثواني ايش موجود هنا قبل لا ينظف؟ I don't need it. اوكي بس شله خلنا نشوف ايش هذا. See to crouch. اها ايوه يمدينا نبسبس من هنا نشوف الجيران من رايح من جاي. طيب هل يمدينا نتصل؟ ما يمدينا نتصل. يمكن في شيء في الادراج يفيدنا؟ ما في اي شيء في الادراج هذه. طيب ما يمدينا نتفاعل معها. طيب قال بروح اجيب الاغراض على بال ما انت تخلص تجهيز الغرفه. اوكي اغراضي هنا مرميه. الحين بيقول لي اي هاف تو هاند. بنتمي رايحين جايين. ما عندكم عربانه طيب نحط فيها؟ اوه هذا هو. اوكي هذا مو اللي تدف فيه الاغراض ولا ايش فايدته هذا؟ لا والله ما في الا توصل على واحد واحد. ساعود بالله يا اخي ايش. اوكي ضبط لي هذا اغراضي ارميها هنا. طيب انت ايش تبغى الحين؟ يقول تكلمت مع جو about the situation. جو الظاهر اللي موجود هناك. يقول ايش مشكلة الشعب هنا؟ يقولون ميرسي 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 الرحمة يعني. But don't you worry it's safe here. انت في امان لا تخاف. بروح بجيب سيارتك وشو اسمه التلفون حق الغرفة خربان. اذا تحتاج شيء روح الفرونت ديسك هناك وكلمهم. جربت يا حبيبي حاولوا يصلحونه بس اوكي ما تطلع. مع السلامة. ايش مشيت العساكر الى الامام سر. قل لي في احد بعد في الحمام. وربي استهبال ايش كان يسوي هنا هذا؟ حمام نظيف. في احد هنا طيب؟ اوكي انا نسيت ما اسكر هذا. انفضحنا شافني فتحت هذا. سكر الباب عشان لا احد يدخل. شل الدفعة الثالثة خلاص ما بقى شيء. ما في اي احد من الجيران هنا. وربي شكله حط لي في متل ميت. كل الليتات طافية ولا في غرفة ولا عشانه في الليل والله ما ادري. بسم الله. اوكي سكر الباب. ما انا بالتلفزيون. ما في احد هنا. ما في احد هنا. ما في احد في الحمام اكيد. سكر الباب سكر الباب. طف النور. وين النور؟ طف النور. ما يمدينا نطف النور. لوك للباب. لوك للباب. لوك لوك يا ابن الحلال. ما في لوك. انت ايش تسوي هنا؟ وهوبا ما في هوبا. اوكي نام. هو نايم ولا يحاول ينام؟ اللهم اسكنهم في مساكنهم. يقول اقسم بالله ان في شيء غلط صاير. هاي
في واحد فتح الباب. بس اي باب؟ باب الحمام. سكن سمعت الصوت من هنا. ايش بتم على السرير كذا خايف؟ وينك؟ اي اي لو سمحت. اوكي لو سمحت يا طيب. يا اخي اقسم بالله ان الوضع هاي. الحمد لله الحمد لله عدت على خير. يا اخي اغراضي انا هنا ابى اشوف الشباك. خلنا نرميها هنا. اوكي ما في احد. راح ما في اي شيء. نفتح الباب نشوف برا. ما في اي احد. توهم يقول ما تريد تنام. قل لي كوفي ود هلب. سوي لها كوفي. من وين نجيب كوفي طيب؟ يا ليل والله ما لومها. وين الواحد بينام؟ بنروح بنطلب من هذا كوفي ولا من المكينة هذه ممكن. السلام عليكم اريد كوفي. ما في سليب. في ثلاجة ثانية هناك شفتها. ايوه اي والله حق كوفي بس ما اقدر ادخل. تسمعون يا اخوان؟ حلو في بشر. طيب هنا حلو التلفزيون شغال. هنا في اوادم في المكان الحمد لله. في اوادم. طيب بريميوم كوفي هوت درينك اسبريسو. والله يبالها اسبريسو. هذا كابتشينو فرنش فانيلا. هذا كله نت افيلبل. عطنا الاسبريسو خلنا نصحصح مليون. خلها تربل شوت كونسيوم. الحين تشوف الدنيا بوضوح. بغيت اقول والله انا كنت بقول الدنيا تشوفها بوضوح. ظلمت الدنيا. يا اخوان فلسعت. فلسع والله فلسع. الف يمين يلف يسار. امشي يمين يمشي يسار. يخرب بيتهم. جاني ايرور في مخي الحين. اوكي امشي ورا انا الحين والف يمين وبعدين الف يسار شويه. ورسالة من ابوه. والله ما يمديني اشوف اي شيء. الله يوصلنا الى السرير بس. تكفى لا تقول لي احد. اوكي الف هنا. لا سكر الباب ما ينفع. ايوه يا اخوان توقعوا ايش بشوف الحمام انا بهذه الحالة. ما في شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. سرير بسرعة. سرير. نط وغمض بعد الاسبريسو الملعون والدين. هذا اللي وش حاطين فيه؟ والله معبين الثلاجة هذه بمخندرات الظاهر. نام الرجال ما قام يا اخوان. شاشة سودة والله. طولت شاشة. الساعة 3 كم كانت الساعة؟ 1 ساعتين نام الظاهر. I was sedated. صحينا على تلفون يرن الساعة 3 وفي حركة هنا. أقسم بالله هنا يوم رن التلفون إن في واحد تحرك هنا. في واحد تخبى داخل هنا أقسم بالله. يا ريتني ما رديت. أيوه طلع من هنا دخل الحمام ولا ايش السالفه الحين؟ لا ويدق علي. خلنا نقوم. يدق. يا اخي ما ينفع صوت التلفون وصوت واحد يدق علي هنا وصوت واحد هنا في الدولاب. دقيقه خلنا نشوف هذا اللي برا. اي والله واحد واقف هنا. شوفوا راسه. ايش تبغى؟ ثواني. بسم الله الرحمن الرحيم. افتح الباب.
نشيك لازم والله. بسم الله. وات خلصت اللعبة. هاي لا 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 والله لا لا والله لا لا والله لا استهبال. يعني اذا انكشفت تخلص اللعبة او مات من الخوف؟ الظاهر ماتت من الخوف. اوكي شباب، بحثت عن اللعبة على السريع، طلع فعلا في اكثر من نهاية لهذه اللعبة. اذا خافت البنت تقريبا او انها تموت فخلص خلصت اللعبة، لازم انك تطلع من هذه الليلة بسلام. كيف؟ في نهايات كثير وعندك اكثر من حل. احنا حاليا من التجربة الاولى عرفنا ان في هذه اللحظة يكون في احد متخبي، فلازم اني ما اروح افتح هذا، اروح يعني اتخلص زي اللغز. عرفت لغز في لعبة رعب. اذا ودكم تشوفون تكملة اللعبة يا اخوان، نشوف لنا مخرج او حل لهذه اللعبة، اكتبوا لي في الكومنت. اذا ما عجبتكم خلاص واضحة وصريحة، راح نشوف لعبة ثانية. وبس لا تنسون لايك، اشوفكم ان شاء الله على خير. السلام عليكم.